نعرفها من خلال الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، معنا تليفونيا. بصبح عليك يا دكتور منار، وكل سنة وحضرتك طيبة، ويا ريت تحطينا كده في تفاصيل الحالة الجوية النهاردة إن شاء الله. صباح الخير أستاذ هشام، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير يا رب. بخير يا رب. احنا طبعا مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه، وكمان الارتفاع في درجات الحراره في معظم انحاء الجمهوريه، لان بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي. المرتفع الجوي بيعمل على حبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، وكمان بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بالشكل الكبير، يعني ما فيش اي سحب مؤثره. العوامل دي هتؤدي لارتفاع درجات الحراره، بالاضافه كمان بعض المناطق من الجمهوريه بتتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه المرتفعه في درجات حرارتها. أغلب المناطق فيها ارتفاع في درجات الحرارة، وأعلى مدى القيم الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 إلى 4 درجات عظمى. على القاهرة الكبرى اليوم هتكون 35 درجة مئوية خلال فترة النهار، وتحديدا فترة الظهيرة. عشان كده الطقس بنحس إن هي أجواء أشبه بالأجواء الصيفية، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون فترة النهار. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحرارة، بيكون ملحوظ أكثر في ساعات الليل المتأخر، فترة الصباح الباكر أجواء فترة الليل فيها انخفاض ملموس في درجات الحرارة، أجواء لطيفة جدا في معظم أنحاء الجمهورية. صغرى فترة الليل على القاهرة الكبرى بتكون 23-24 درجة مئوية، فبالتالي فترات الليل ما فيهاش أي ارتفاع في قيم درجات الحرارة، فترات الظهيرة فقط. كمان لا. الشبورة المائية هي الموجودة معنا خلال الأيام دي، يمكن موجودة كانت موجودة معنا النهاردة فترة الصباح الباكر، ومتوقع كمان تكون معنا خلال الأيام المقبلة. شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. الشبورة المائية دي ممكن تكون كثيفة أحيانا، يعني تؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية على الطرق فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر، لكن هي أيضا بتتلاشى أو بتبدأ تختفي مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا 7-8 صباحا الشبورة المائية هتبدأ تختفي، الرؤية الأفقية تتحسن على أغلب الطرق، ويمكن كمان عندنا فرص لسقوط الأمطار الخفيف جدا على بعض المناطق من أقصى جنوب البلاد، بعض المناطق من محافظة أسوان، وبعض المناطق كمان من سلاسل جبال البحر الأحمر، لكن كلها فرص أمطار خفيفة مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. هي بصفة عامة الظواهر الجوية كلها مش هتأثر على أعمال أنشطة اليومية تماما، ومتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى السبت المقبل إن شاء الله. ذروة الارتفاعات هتكون يوم الخميس والجمعة، لأن متوقع أن العظمى على القاهرة الكبرى ترتفع توصل ل 37 درجة مئوية خلال فترة النهار، لكن إن شاء الله متوقع من يوم الأحد المقبل نبدأ نحس بالأجواء الخريفية، يكون في انخفاض في درجات الحرارة، وجود سحب منخفضة ومتوسطة، وفرص أمطار كمان متفاوتة الشدة على محافظات الجمهورية المختلفة، لكن ما فيش يعني أي تأثير على أعمال الأنشطة اليومية. فزي ما بنأكد هي ذروة الارتفاعات هتبقى الخميس والجمعة، فعشان كده بنقول لكل السادة المواطنين مهم جدا بقدر الإمكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات الظهيرة تحديدا. القيادة تكون بهدوء تام فترة الصباح الباكر أثناء تكون الشبورة المائية، وكمان نشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات. ومهم جدا في الفترة دي فترة الخريف اللي بيحصل دايما تغير في حالة الطقس من يوم للتاني، المتابعة الجيدة واليومية للنشرات الجوية. نعم، أنا بشكرك جدا يا دكتور منار، شكرا جزيلا. دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، كنت معنا تليفونيا.